فضيلة الشيخ، رجل غلبته شهوته في نهار رمضان فاستمنى بيد زوجته، فما الحكم؟ الحكم أن هذا حرام عليه، إلا إذا كان مسافرا، فإن المسافر يجوز أن يفطر بالأكل والشرب والجماع وغيره، لكن إذا كان غير مسافر فإنه يحرم عليه، لأنه يفسد صومه بهذا العمل. يعني يجب قضاء كفارة ولا خلك معه، لأن يفسد صومه بهذا العمل، وعليه التوبة إلى الله أولا، وهي أهم شيء، أن يشعر بالخجل من الله والذل بين يديه، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره. وزوجته لا شيء عليها إلا إذا أنزلت وقد مكنته من هذا الفعل باختيارها، فعليها أن تقضي، ويحرم عليها هذا التمكين، فيكون عليها التوبة والقضاء. نعم.